مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. اليوم إن شاء الله رح نتكلم عن تصميم إعلان للجوال. في البداية رح ندخل على برنامج البيكس آرت ونختار خلفية مربعة الشكل، ورح نروح على إضافة صورة، ورح نختار هاي الصورة بنكبرها على كل الخلفية، وبنروح على الشفافية وبنقللها للدرجة اللي بدنا إياها. أنا هان خليت الشفافية 30 بحيث إنه هاي الصورة تعطي تأثير خفيف للخلفية. ورح نحفظ التغييرات ونرجع كمان مرة على إضافة صورة ونضيف صورة الجوال يلي بدنا إياه، وبنظبط وضعيته بنص الإعلان، وبنرجع على إضافة صورة وبنضيف صورة الظل، ورح نكبر حجم الظل ونضبطه أسفل الجوال. ورح نروح على اللاصق أو الاستيكر ونكتب بالبحث كرة ونضيف هذا الاستيكر. رح نحطه بهاي الزاوية ورح نصغر حجمه، ونروح على التعديل مشان نغير ألوانه. هنروح على تعديل وبنختار التدرج اللوني، وبنغير قيمة التدرج اللوني لغاية ما نحصل على اللون المطلوب. هان رح أخلي لون الكرة باللون البرتقالي، بعدين بنروح على التمبريتشر وبنزيدها مشان يغمق اللون، بعدين على الساتوريشن أو التشبع اللوني وبنزيدها مشان تدينا اللون المطلوب، وبنروح على اليسار على أيقونة التنزيل لتحت أو إنزال لتحت وبنضغط عليها مرتين مشان تنزل الكرة خلف الجوال، وبنضيف كرة تانية وبنطبق نفس الخطوات، لكن اللون هان رح يكون أزرق. رح نعدل على التدرج اللوني وعلى درجة الحرارة أو التمبريتشر، وبالأخير رح نعدل على الساتوريشن. ورح نظبط وضعية وحجم الكرة، بعدين نعمل لها تنزيل لأسفل، ورح نحاول نخلي حجم الكرتين متساوي. وبس نخلص بنحفظ التغييرات يلي عملناها، ورح نروح على تكست ونكتب اسم الجوال، ورح نكبر الخط ونضبطه يبقى على الإعلان. ورح نحفظ التغييرات يلي عملناها، بعدين رح نروح على رسم ونختار أداة الفرشاة، ورح نروح على شكل ونختار مربع بدون زوايا، رح نخلي حجمه 20 ونعمل واحد على اليمين وواحد على اليسار. هاي المربعات أو المستطيلات رح نستخدمها مشان نكتب فيها مواصفات الجهاز يلي عنا. واحد رح نكتب فيه السعر، والتاني رح نكتب فيه المساحة التخزينية للجهاز، ورح نخلي المستطيلين يقبال بعض، ورح نرجع على إضافة نص ونكتب السعر والمواصفات. مثلا رح أكتب السعر 29 ورح أخلي بخط رفيع،
وبالمربع الثاني رح أكتب مساحة الجهاز. ورح أخليه بخط رفيع وباللون الأسود. ورح نروح على الاستيكر أو اللاصق ونبحث عن عبارة باي ناو، ورح أختارها باللون الأزرق ورح أضبطها بنص الصفحة أسفل الإعلان، ورح أرجع على الاستيكر وأضيف أيقونة الويب سايت، ورح أصغر حجمها وأضبطها تحت عبارة باي ناو. وبروح على إضافة نص ورح أكتب موقع الويب سايت. ورح أخليه باللون الأسود وبخط رفيع. ورح أنزل النص وأضبطه جنب أيقونة الويب سايت. وبقدر مشان أخلي الخط أعرض شوية أروح على خاصية سطر وأزيدها لـ30. وبس نخلص بنحفظ الإعلان. وهيك بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم، وبنشوفكم بفيديوهات جديدة إن شاء الله.